يعتبر أغلبية الممثلين في هوليوود أن فرصة الحصول على دور سينمائي لتجسيد شخصيات الأبطال الخارقين من الكتب المصورة هي فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر، ويعتبر الأمر تنافسياً أكثر حين ينجح ممثل واحد بأداء أكثر من دور مختلف للأبطال الخارقين. في هذا الفيديو نتعرف على مجموعة من أبرز الممثلين الذين برعوا في أداء أكثر من دور للأبطال الخارقين. رايان رينولدز. قام الممثل رايان رينولدز بتجسيد شخصية ديدبول مرتين في السينما. ظهر في البداية في دور ثانوي مساعد في فيلم X-Men Origins Wolverine، ومرة أخرى قام بتجسيد نفس الشخصية في فيلم يحمل نفس الاسم والذي عرض في السينما عام 2016. كما قام رينولدز بتجسيد شخصية جرين لانترن في الفيلم الذي عرض في السينما عام 2011، مما جعل منه أحد الممثلين القلائل الذين قاموا بتجسيد أكثر من شخصية من شخصيات عالم مارفل وعالم الكتب الساخرة المصورة في عام 2004، حيث قام رينولدز بتجسيد دور المحقق الخارق هانيبال كينغ في فيلم بليد ترينيتي. وفي 2016 ظهر رينولدز أيضا في شخصية نيكي ووكر في فيلم مأخوذ عن قصة من قصص الكتب الساخرة، وكان الفيلم بعنوان ريبد، وهو يثبت بهذا أنه قادر على تجسيد شخصيات مختلفة من شخصيات الأبطال الخارقين بشكل أكثر براعة من أي ممثل آخر. قام الممثل كريس إيفانز بلعب دورين بارزين من أدوار الأبطال الخارقين من كتب مارفل الساخرة المصورة في عامي 2005 و2007. قام إيفانز بتجسيد شخصية جون ستورم الملقب بالشعلة البشرية أو The Human Torch في أفلام Fantastic Four، وبعدها بسنوات طويلة في عام 2011 قام إيفانز بتجسيد شخصية كابتن أمريكا في فيلم من إنتاج شركة مارفل بعنوان كابتن أمريكا The First Avenger. بعدها قام الممثل بتجسيد نفس الدور في أفلام عديدة من إنتاج شركة مارفل، ويرى الكثير من جمهور إيفانز أنه يشبه رينولدز إلى حد كبير، وأنه ممثل ذو موهبة كبيرة يمكنه أن يجسد أكثر من شخصية من شخصيات الكتب الساخرة المصورة. من الواضح أن أفلام الأبطال الخارقين تسترعى انتباه الممثل بين أفليك كثيرا، حيث قام الممثل بتجسيد شخصية سوبرمان في فيلم هوليوود لاند في عام 2006، كما تم اختياره لتجسيد شخصية باتمان أيضا في فيلم من إخراج زاك سنايدر بعنوان باتمان vs سوبرمان داون أوف جوستيس. وكذلك قام أفليك بتجسيد نفس الشخصية مرة أخرى في جزئين آخرين لنفس الفيلم بعنوان The Justice League Part 1 The Justice League Part 2. كما قام أفليك قبلها بتجسيد شخصية من شخصيات الكتب الساخرة في فيلم بعنوان Chasing Game عام 1997. قامت الممثلة هالي بيري بتجسيد شخصية أورورو مونروي في فيلم X-Men، ومن وقتها وتعشق بيري القيام بأدوار الأبطال الخارقين من حين إلى آخر. بعد تجسيدها لهذا الدور ببراعة، وجدت بيري نفسها عالقة في سلسلة أفلام X-Men The Last Stand و X-Men Days of Future Past. وتنتشر الشائعات أن شركة مارفل دفعت للممثلة حوالي 12 مليون دولار للانتقال إلى موقع تصوير فيلم كات وومن في عام 2004، إلا أن الفيلم لم ينل تعليقات إيجابية من النقاد والجمهور. إذا كانت الرياح قد جاءت بما تشتهي السفن، لكان دور براندون روث في فيلم سوبرمان ريتيرنز قد أكسبه نجاحاً باهراً وجعل مستقبل الممثل يشرق باتجاه آخر، إلا أن الفيلم لم ينل إعجاب الجمهور أو النقاد، كما قامت الشركة بإلغاء خططها لإكمال السلسلة بمجموعة من الأفلام الأخرى، إلا أن تلك العقبة لم تكتب نهاية الحياة الفنية لروث، حيث أسند إلى البطل تجسيد شخصية أخرى وهي شخصية ري بالمر الذي يصبح بمرور الوقت في الفيلم البطل ذا آتوم. وقد شهد الجميع بأن روث كان صاحب أفضل أداء في هذا الفيلم، وتخطط الشركة بأن يقوم الممثل بالاستمرار بتجسيد هذه الشخصية في بعض الأفلام الأخرى القادمة. قامت الممثلة أدريان باليكي في عام 2011 بتجسيد دور في مسلسل وندر وومان التلفزيوني،
حيث قامت الممثلة بأداء دور البطولة فيه. وقد قامت الممثلة بأداء الدور بشكل بارع، كان من الممكن أن تستمر في أداء الدور إذا كانت الشركة تنوي الاستمرار في المسلسل ولم تقم بإيقافه. ومثل براندون، نجحت باليتي في إيجاد شخصية أخرى مناسبة لها لتجسيدها، وهي شخصية موكينج بيرد في مسلسل شيلد الموسم الثاني. مما لا شك فيه أن الممثل نيكولاس كيج من أشهر الممثلين الذين يظهرون شغفهم بالكتب الساخرة المصورة وشخصياتها البطولية الخيالية، حتى أنه اختار لنفسه لقبا مفضلا له لوك كيج نسبة لبطل من أبطال مارفل. فقد جاءت فرصة كيج الذهبية في عام 2007 حينما تم اختياره لتجسيد دور البطولة في فيلم غوست رايدر، ثم قام كيج بتجسيد دور البطولة أيضا في عام 2012 في الجزء الثاني من الفيلم بعنوان Ghost Rider Spirit of Vengeance، كما أنه تفوق على الممثل ماثيو فاوكان بعد أدائه لدور شخصية باتمان في فيلم بيج دادي. ولكن قبل ذلك كله، في عام 1996 حصل كيج على دور بطولة في فيلم سوبرمان، كما قام بلعب دور كلارك كينت والسوبرمان في فيلم سوبرمان لايفز، ولكن الفيلم واجه صعوبات إنتاجية كثيرة وانتهى المطاف بإلغائه.